شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2020؟ عزيزي الحمل، بدي بشرك إنه المعارك صارت بنهايتها بعد سنة صعبة بعرف، وبعد أشهر أخيرة كانت كتير ثقيلة عليك. صعوبات بتزول واحتكاكات بتخف، رغم أنه الأفلاك بتتحدث عن ضرورة متابعة مسار الدفاع عن قضية أو مصالح لإلك والعمل لإزالة بعض الشبهات حولك إذا حاول حدا طبعا التعرض لسمعتك. المناخ الفلكي بيشير لبعض التقدم بمشروع لإلك وإلى إشراق وتغييرات إيجابية بالمجال المهني كما الاجتماعي، خاصة إذا كنت من الدائرتين الثاني والثالثة. كوكب مارس بكف عن التراجع ابتداء من منتصف الشهر وبيعاود سيره الأمامي، هالشي بيغمرك بالحيوية والديناميكية والعزم على النجاح ومواجهة كل التحديات السابقة. لا شك أنك بتسير نحو تطورات مهمة مع مارس ببرجك المتقدم ويلي كان متراجع من أوائل أيلول سبتمبر. تتوضح الرؤية قدامك، تشتد الثقة بالنفس، خاصة أنه كواكب كتيرة بترجع تمشي بسيرها الأمامي بعد تراجع. هالشي بيعطيك منشطات وبيخليك تنطلق وبيحررك من بعض الأعباء، بيتيح قدامك القيام بخطوات مناسبة جدا والاستفادة من بعض الفرص والأجواء المتألقة يلي بتزداد زخم ابتداء من تاريخ 22. صحة تتحسن، فبتعمد انت لإجراءات جديدة مناسبة وبخف القلق السابق. أما كوكب ميركور يلي بيترك برج الميزان متوجه إلى العقرب ابتداء من 10، فبينصحك بعدم التفرد بالقرار بعد التاريخ والعمل من ضمن فريق متجانس والإعلان عن بعض القرارات سويا، حتى أنه من الأفضل ترك الآخرين يصرحوا بيلي اتفقتوا عليه. الميدان العاطفي شو قصته؟ بيواجه بعض الإشكالات بس ابتداء من 21 مأخر شوي، لأنه كوكب فينوس بمواجهة برجك بيتنافر مع ساتورن وبيخليك متشائم قلق متقلب بتوجهاتك. يمكن تخطئ التقدير وتتطرف بالمواقف سلبا أو إيجابا، أو بيسكنك هوس بالنسبة لعلاقة بتتطلب منك الحكمة لإدارتها. إذا كان ميركور عم بيسهل لك الاتصالات وبيجعلك أكثر هدوء ودبلوماسية بالأيام العشرة الأولى، فأنت بتميل إلى شوي من الضلال أو التيه بعد تاريخ 10. تختلف عزيزي الحمل مع الحبيب على مواضيع مشتركة، كل واحد منكم بيشوف الأمور بطريقة مختلفة. أما ابتداء من 21 فبيجذبك أحد جسدياً وبتغامر باتجاه يمكن يشكل بعض الأخطار، أو بتروح بمغامرة تحمل لك النشوة. إذا كنت مرتبط بتمرق بتجربة صعبة وبيسكنك شعور بالذنب. باختصار هيدا شهر من التناقضات الكتيرة، لكن فرص اللقاءات تبدو وفيرة جدا لمواليد الحمل. رح تشعر أنه في كأنه عبء نزل عن كتفيك، كأنه في توجه نحو شيء آخر. من هلأ رح أوعدك أنه سنة الجاي أفضل من هالسنة بكتير، لأنه كوكبي ساتورن وجوبيتر رح ينتقلوا إلى برج الدلو، وبانتقالهم إلى برج الدلو بيخففوا عنك جدا هذا الثقل يلي حملته من سنتين تقريبا أو أكثر شوي، ويلي خليك تتراجع عن مواقف، تشعر بالصعوبات، تلعب دور مش كتير انت مرتاح لإله، أو تتصرف بطريقة ما كانت هي الأفضل لإلك. هلأ رح تشوف من اليوم الأول تغييرات بشؤونك الشخصية والمهنية، وبتخوض مغامرات مالية وعاطفية.